مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك مكتوب ما أحلى المكتوب وما أحلى أن تثبت إيمانك على الكتاب المقدس كما هو مكتوب عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت أثبت من إيه؟ أثبت رسول بطرس بيتكلم في رسالته الثانية أثبت من أنه شاف المسيح في التجلي إيه الأثبت؟ اثبت من هذه رؤيه التجلي ان تبني ايمانك على المكتوب لهذا يا احبائي برنامجنا بعنوان مكتوب النهارده حلقتنا بعنوان مكتوب ويل لهم لانهم سلكوا طريقين اخترت هذه الايه بالذات النهارده علشان اركز على المكتوب لو واحد مش مركز على الكتاب المقدس كله عهد قديم وعهد جديد ويرى هذه الايه في رسالة يهوذا طبعا هي أصحاح واحد رسالة يهوذا وعدد 11 بيقول ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بالعام لأجل أجرة وهلكوا في مشاجرة قورح طبعا دي عايزة كذا حلقة لكن هكتفي النهاردة بس بالجزء ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين لو أنت مش قاري العهد القديم وتقرأ هذه الآية يبقى المكتوب مش كامل لكن يقول كتاب كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع. مهم جدا تقرا العهد القديم اللي فيه رموز واشارات للرب يسوع وموته وقيامته والعهد الجديد اللي تتحقق فيه هذه النبوات. ويل لهم لانهم سلكوا طريق قايين. قايين ذكر ثلاث مرات في العهد الجديد هنا في رساله يهوذا وذكر ايضا في عبرين حداشر لما كان بيتقارن مع هابيل مكتوب كده بالإيمان. قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، الشهد الله لقرابينه. ثم في رسالة يوحنا بيقول لك كان قايين من الشرير وذبح أخاه في العهد القديم في تكوين أربعة زي ما هقول لك إنه قتله. بس في رسالة يوحنا بأي طريقة ذبحه عارف لما يذبحوا واحد ويقول لك هي لاجل الله الله عظيم كده يعني هو اول ارهابي في التاريخ هو قايين ويرجع بنا الكتاب في سلسله يهوذا بيقول ويل لهم لانهم سلكوا طريقين قتل اخوه لاجل الدين وقتل اخوه لاجل التدين ولاجل انه عايز يرضى الله تخيل هذا التاريخ يعيد نفسه أول إرهابي اثنين إخوات قايين وهابيل قام قايين على أخيه بس في رسالة يوحنا كما ذكرت يقول لك لماذا قتله لأنه كان من الشرير يعني كان ملبوس بالشطار وكان قايين من الرب دول الثلاث مرات اللي مكتوب عنهم في العهد الجديد عن قايين هنا في رسالة يهوذا كما قرأت ثم في عبرانين 11 ثم في يوحنا رسالة يوحنا الأولى وبيقول لك قام قايين على اخيه وقتله ولماذا قتله ذبحه اسف ولماذا ذبحه لانه كان من الشرير لما ترجع للقصه موجوده في سفر التكوين مكتوب حلو المكتوب يا ريتك تشتر عن المكتوب يا ريتك تراجع المكتوب تكوين أربعة تاتي قصه قايين وهابيل فالناس اللي مش بيدرسوا المكتوب كله ويقارن الروحيات بالروحيات يجي الثلاث ايات دول اللي ذكرتهم في رسالة يهوذا في عبراني 11 وفي رسالة يوحنا الرسول الاولى وما يفهمش. في تكوين اربعة بتحكي لنا قصة قايين وهابيل. البكر قايين كان قايين شغال في الارض مزارع واخوه هابيل آه راعي غنم اول راعي غنم طبعا. قايين لما ولدته امه حواء سمته قايين يعني اقتنيت رجلا. والواد الثاني اللي هو هابيل بعد ما اتولد قال ده ضعيف فسميته هابيل يعني بخار او اقرب الكلمه بالعبري سفرود بنسميها حاجه ضعيفه كده حاجه حاجه بس شيء غريب الله لا ينظر كالانسان الواد اللي سمته قوي وان هو ده اللي هينقذها من الخطيه طلع شرير وتبع ابليس الشرير قاتل والواد اللي سمته بخار طلع هابيل البار تخيل يبقى الله لا ينظر كما ينظر الانسان بس الاثنين قدموا والنهارده همر بسرعه ليه ويل لهم لم وطريق طريق قايين؟ همر على التقدمتين اول حاجه مقدم التقدمه قايين قدم لربنا ربنا ما قبلش عارف ليه؟ لان هو شرير لان هو ملبوس بالشياطين بنشبهها دايما ان لو انا عندي مرض جزام او صديد في ايدي واديت لك مانجا من النوع الحلو مانجا انا احلى حاجه بحبها المانجا طبعا بالذات الفونسا ولا مش عارف الهندي دي يا سلام اديت لك مانجا بس ايدي المانجا حلوه مشكله في ايدك قايين قدم لربنا قدم له ايه قدم له من ثمار الارض ربنا ما يقبلوش ليه لان المقدم ملبوس بالشياطين تبع ابليس الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصيه حنا الاولى ثلاثه كما ذكرت اما هابيل فجاب خروف افضل خروف وحط ايده قال له يا رب انت صنعت اقمصه من جلد اول ذبيحه ذبحتها انت لابويا ادم وامي حواء انا بقلدك يا رب احتمي في هذه الذبيحه احتمي في الدم وذبح الخروف والله قبل هابيل وذبيحته ولم يقبل قايين وذبيحته فاول حاجه مقدم الذبيحه ده شرير وده مؤمن اثنين أسبقية بقيه الذبيحه مين قدم الاول الارهابي يعني اللي قدم الاول قايين فدايما الارهابيين متزمتين ويقول لك الله وهكذا الحاجه الثالثه طريقه تقدمه طريقه تقدمه انه قايين عمل بطريقته آه قال لك انا هقدم تفاح اما هابيل فعمل بطريقه ربنا عشان كده وين لهم انهم سلكوا طريق قايين ايه طريق قايين انك تحاول تتقرب لله بالطريقه اللي انت في مخك. الله ياكل مانجا، ده ربنا مانجا، ماكلش. خد قلأس يا رب، <applause> ما خدش قلأس. طب ربنا قال لهم اني علشان اكفر عن الخطيه لازم دم، بدون سفك دم لا تحصل مغفره، وقتل الله ذبح خروف او ذبح ذبيحه وصنع لهم أقمصة من جلد. قايين عمل طريقه ربنا. اسف هابيل. قايين عمل طريقته. ويل لهم لانهم سلكوا طريقين، الافضليه. لما قدم قايين ما قدمش افضل ثمار الارض، لما قدم هابيل اختار الافضل، المؤمن الحقيقي دائما يختار الافضل. ثم الاعتراف وهو بيحط ايده على الذبيحه، هابيل بيقول له انا استاهل الموت، قايين قال لك لا انا ما استاهلش الموت، عشان كده قدم من ثمار الارض. بعدين الايمان والتقدمه. هابيل هو بيقدم كان مؤمن ان هذه الذبيحه رمز للمسيح. عشان كده بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين ثم أخيرا الدم في دم اتسفك في تقدمة قاي... هابيل أما في تقدمة قايين الأرض ملعونة ف... 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 فكل اللي جه من ورا الملعون طلع ملعون علشان كده ويل لهم لانهم سلكوا طريق قايين بعد ما ربنا قبل من هابيل اتخاص جدا قايين بكلمك عن تكوين أربعة وسقط وجهه إزاي ربنا يقبل من الواد السفرود ده وأنا أقدم له تفاح ومنجة حلوة وجوافة وكم مترة تلب وما يبنيش ربنا في حبه كلم قايين أنا النهاردة حلقتي بعنوان وين اللهم لأنهم سلكوا طريق فبدأ ربنا يقول له لماذا اختصت إن أحسنت أفلا رفع وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة إليك يكون الشياقة وأنت تصد عليها ربما الله جهز له ذبيحة وقال له اتبحها وأنا مجهزها لك مرضيش وراح دبح أخوه بتصور أنه كان مزارع وقال له يا هابيل تعالى يا أخويا أنا زرعت بدنجان طلع أبيض يمكن بدنجان اللي هو الحشو ده وبينزل هابيل يتفرج على البدنجان الأبيض وده جاب حجر مسنن لأنه ما كانش عندهم سكاكين وراح قطع راسه وحط راسه في ظهره وقال الله عظيم الله كبير والله ظهر له مره تانية وسأله وقال له قايين فين اخوك قال له انا ما اعرفش شوف الكذب يا اخي احارس انا لاخي قال له صوت دم هابيل صارخ عزيزي يعني عزيز المشاهد يقول هنا في حلقتنا وين لهم طريقين ما هي طريقين بعد كل الكلام ده التدين بطريقتك الخاصه دون الرجوع للذبيحة قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين هذه الذبائح كلها كما هو مكتوب في عبرانين تسعة وعشرة مكتوب ترمز إلى المسيح تعالى قول لي يا رب يسوع أنا مش بسلك طريق الخاص مش بحاول أقدم شوية فلوس وصيامات وصلوات وبدبح الناس أنا يا ما دبحت ناس قول له كده على فكرة ممكن تكون دبحت ناس بالكلام اللسان يشبه بالنار حرقت ناس تبعت ناس بالكلام كل من يبغض اخافه وقاتل نفس قتلت ناس تبعت ناس شوهت ناس بس جايلك احتمي في صليبك يا رب انا بتبع طريقه هابيل اللي هو اتبع طريقتك طريق الصليب ولا اتبع طريقتي الخاصه اتمنى أن لا تسلب طريق قايين ويل لهم لانهم سلكوا طريقين اتركك على فكره اول انسان اتلعن على الارض قايين يعني زمان الارض اتلعنت بعد السقوط لكن هنا قال له ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك اول من لعن على الكره الارضيه هو هذا القايين اتمنى ان تاتي الى المسيح وتتمتع بالبركه لان المسيح افتدانا من لعنه الناموس اذ قد صار لعنه لاجلنا الى حلقه قادمه من برنامجك مكتوب